انتهاء جلسة المحادثات اليمنية في الكويت بتمسك وفد الميليشيات برفض إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار وفتح ممرة آمنة للمساعدات إلى المدن وخاصة تعز. الجيش اليمني مدعوما بطيران التحالف يعلن استعادة مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان من قبضة القاعدة. غارات مكثفة لطيران النظام على مناطق في حلب وحمص وريف دمشق وسقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح. السفير السعودي لدى العراق يؤكد سعي بلاده إلى بناء علاقة جيدة مع بغداد. الصدر يدعو أنصاره للتظاهر الاثنين للمطالبة بإقرار حكومة التكنوقراط. والجبور يؤكد استعداد البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية. المبعوث الأممي يبدي تخوفه من الوضع القائم في ليبيا ويحذر من تمدد داعش المتزايد.